السلام عليكم. ألو، الو، سمعني سمعني، أوكي، تمام كده، ايه عامل ايه؟ الحمد لله. أمس محمود، أخبارك؟ الحمد لله تمام. يعني كنت لسه بقول من الجميل او من الحاجات الكويسه النهارده ان احنا معانا ناس بتحضر دايما ويرجعوا يحضروا تاني. مثلا انت موجود، باشمهندسه امل، والله استاذه نور كده يعني، نور صح، نور بس. فكنت بقول دي حاجه من الحاجات الكويسه النهارده بصراحه. احنا اساسا ما بنقدرش نفوت لك اللقاءات، لكن اللي بيصير معنا انه بتصير شويه ضغوطات بننسى، بس مش بننسى، يعني بننسى انه الموعد ايوه بيرد البال، اكيد بس اكيد. لا لا، كل واحد بيكون عنده حاجه تشغله اكيد يعني. ويعني يكون ده بس وجودكم يعني في اللايف نفسه او في الميتود نفسه او بعد كده على اليوتيوب او ايا كان، في اي حاجه كويسه، حاجه تشرف يعني. ان شاء الله دايما نكون متجمعين في العلم والخير. انت شرحك رائع اساسا، الواحد ما بيقدرش انه يفلته بصراحه، بس الا ظرف قاهر بخلينا نبعد شويه، مش انه نبعد، لا ما بقدرش نبعد، بس انه بفوت يعني ممكن لقاء او اثنين. ربنا يجازيك خير، ربنا يخليك، تسلم على الكلمتين الكويسين دول، ربنا يحفظك والله. يسعدك. متشرفنا بوجودنا معاك والله استاذ محمود، يعني زي ما قالت اقول خد بشي، والظروف بتكون بتضغط على الواحد يعني. ربنا يعينك والله، ربنا يعيننا جميعا، وان شاء الله دايما كده يبقى الدنيا خير يعني باذن الله. انتوا يعني الامور عندكم في السودان بدات تكون الحمد لله كويسه، جوجل فتحت، فيسبوك بدأ الدنيا إن شاء الله تكون عندكم كويسة. طيب خلينا نخش في التوبيك بتاع النهارده. المفروض النهارده نتكلم عن الجزء بتاع البي تو بي أو البيزنس تو بيزنس، عشان نكون فاهمين طبيعة الجزء اللي بنتكلم عليه. المفروض إن إحنا هنتكلم عن الجزء بتاع البيزنس تو بيزنس، يعني المفروض أنا كواحد ببيع برودكت معين، البرودكت ده المفروض ريليتد ب عميل هو صاحب بيزنس برضه، هو صاحب بيزنس. يعني مثلا فور اكزامبل انا ببيع مثلا تولز، مثلا اي سي او. حلو، لو انا مثلا شركه تولز اي سي او، او مثلا انا ماركتنج ايجنسي، مثلا انا ماركتنج ايجنسي، فالمفروض ان انا ببيع سيرفيس او ببيع برودكت، ان انا مثلا بسوق. طيب بسوق، لما باجي اسوق المفروض ان انا بسوق لشركات تانية، زي مثلا شركات فرنيتشر، شركات ريل استيت، شركات طبي، ايا كان يعني. فمن الحاجات الكويسه جدا جدا ان انت في الجزء ده بتتعلم ازاي تسوق ل البي تو بي او شغل البي تو بي. طيب انا كشغل بي تو بي المفروض الاوبجكتيف بتاعتي مختلفه تماما، تمام، مختلفه تماما، او الاودينس بتوعي بيكونوا مختلفين عن العميل البي تو سي. البي تو سي اللي هو البيزنس تو كاستمر، او لو انا ببيع لكاستمر عادي، تمام، يبقى بي تو بي اللي هو انا ببيع لكلاينت بزنس تاني قصادي ببيع له، او ان انا ببيع لعميل تاني، تمام، لكنه في البي تو سي هو عميل عادي جدا، زي مثلا ستور بتاع هدوم، محل بيبيع اي بوكس، بيبيع لابتوب، اند كونسيومر عادي. طيب من الحاجات برضو اللي ساعات بنقول عليها في حاجه اسمها الكونسيومر نفسه، الكونسيومر غير الكاستمر. نوت كده على جنب، الكونسيومر هو المستخدم دايركت، كونسيومر هو المستخدم دايركت، يعني الشخص اللي هيستخدم البرودكت دايركت. يعني مثلا لو احنا مثلا قلنا مثلا على حفاظات الاطفال، حفاظات الاطفال احنا عندنا البي تو سي بتاعها او العميل بتاعها الام، تمام، لكن اللي هو الكاستمر، الكاستمر الام. طيب الكونسيومر نفسه المستخدم هو البيبي، الطفل، تمام. مثلا العاب الاطفال نفس القصه،
تمام. مثلا الكتب مثلا او الكشاكيل بتاعت مثلا المدارس اللي لسه راجعه، مثلا المستخدم هو الطفل اللي رايح المدرسه او الطالب اللي رايح المدرسه، لكن العميل بتاعي او اللي بيشتري مني في بعض الاحيان في اوائل السنه بيكون الاب او الام للاولاد. تمام. فده كاستمر، ده كاستمر الكونسيومر، تمام، اللي هو المستخدم النهائي للبرودكت نفسه. يعني مثلا لما اجي اشتغل على عميل ببتدي اشوف الكاستمر مين، تمام، اللي هو مثلا بي تو سي زي ما احنا بنقول، والكونسيومر مين. طيب احنا بقى اللي احنا بنتكلم فيه النهارده الجزء بتاع البي تو بي، العميل بتاع البي تو بي. لما انا اشتغل على عميل بي تو بي لازم انا اكون فاهم العميل بتاع البي تو بي ده ابتدي اشتغل له ازاي. هل هو نفس الاوبجكتيف، تمام، هل هو نفس التولز او نفس الادوات اللي هستخدمها ولا لا. طيب خلينا كده نفرق، احنا كده فرقنا ما بين البي تو بي وما بين البي تو سي، فرقنا ما بين البي تو بي والبي تو سي. طيب طبيعه بقى الاوبجكتيف بتاعتهم، طبيعه الاوبجكتيف بتاعتهم مختلفه. طب يعني ايه طبيعه الاوبجكتيف؟ يعني انا دلوقتي لو انا اشتغل مع عميل بي تو بي، تمام، فانا هركز على الكونفرجن. لو انت بتتكلم بقى عميل بي تو سي بي تو بي بيركز على الار او اي، الار او اي ده اللي هو الريتيرن اون انفستمنت او العائد على الاستثمار. يعني انا دلوقتي مثلا هتعامل معاك، طيب هشتري منك او هعمل معاك اتفاقيه او ديل او اي حاجه. طب الاتفاقيه او الديل ده اللي ما بيني وما بينك انا بقى هركز على ايه بالظبط؟ هركز على العائد عليا. يعني تعال كده بقى ناخد عليها مثال. انا دلوقتي لو انا المفروض محل مثلا، او انا شركه شيبسي، حلو، انا شركه شيبسي او كوكولا، انا المفروض بنزل للمحلات السوبر ماركت والهايبر وما الى ذلك. طيب انا دلوقتي مثلا هعمل ديل مع هايبر ماركت مثلا او كارفور او اي 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 ستور، حلو. طيب انا بقى كستور يهمني ايه بالظبط؟ يهمني انا لما هاخد منك المنتج ده وابيع للاند كونسيومر او للعميل هكسب كام؟ العائد عليا هيبقى كام؟ يعني مثلا لو انا مثلا تعالى كده مثلا نعمل مقارنه ما بين كوكاكولا مثلا وما بين بيبسي، يعني على حد المثال مثلا او على سبيل المثال. انا دلوقتي المفروض ان انا بنزل كوكاكولا، حلو؟ طيب كوكاكولا لما بنزلها مثلا المفروض مثلا الايتم الواحده باخدها مثلا ب 4 جنيه ونص وبيعها ب 5 جنيه في كوكولا، حلو؟ طيب انت شركه كوكولا بتديني الكنزايه مثلا بتقف عليا الواحده ب 4 ونص وبتديني عائد على كل واحده ببيعها نص جنيه. طيب تعالى بقى مثلا نروح للمنافس الثاني بيبسي. والله بيبسي منزلاه لي واحده ثانيه كنز برضه لكنها ب 4 جنيه وببيعها ب 5 جنيه. حلو، يبقى انا كعميل او كبي تو بي او كسوبر ماركت المفروض هرشح انهي للاند كونسيومر او هرجح انهي للاند كونسيومر؟ مش هيهمني الاند كونسيومر هيميل لايه والطعم بالنسبه له ايه والقصص دي مش هتفرق معايا خالص. انا اللي يهمني ان المنتج بيتباع خلاص. طب العائد بقى بتاعي كام؟ العائد بتاعي كام؟ انا دلوقتي هيرجع لي عائد كام؟ تمام، انا دلوقتي هيرجع لي عائد كام؟ لا والله يبقى انا بالنسبه لي كبي تو بي بيبسي احسن، لان انا بكسب فيها في القطعه جنيه. لما بيع 100 قطعه يبقى ب 100 جنيه. طب لو ما بعت 100 كنزايه من كوكولا، لا هيبقى انا كده مكسبي 50 جنيه. فهنا فرقت معايا، احنا بنحاول نجيب امثله بسيطه او نمثل بامثله بسيطه بحيث الدنيا تكون مفهومه، لكن هو ده طبيعه البي تو بي، بيركز على الار او اي او العائد على الاستثمار. تمام، بيركز على العائد على الاستثمار، يعني ايه العائد عليا والمفروض من العائد ده، تمام، هكسب كام، هيرجع لي كام. حلو، طيب انا دلوقتي خلاص ركزت في العائد وبالنسبه لي دي اهم حاجه ومن الحاجات المهمه بالنسبه لي اللي انا ببتدي اشتغل عليها. طيب لما انت هتركز على ده والمفروض ان ده اللي هيرجع لك، تمام، والمفروض ان ده الجزء اللي
هيرجع التوب. لو جينا مثلا نتكلم على الفرق ما بينها وما بين البي تو سي، الفرق ما بينها وما بين البي تو سي، طيب في البي تو سي ايه اللي بيحصل او ايه اللي المفروض بيركز عليه؟ الكلاينت بتاع البي تو سي او الاند كونسيومر او الكاستمر بتاعي بيركز على الرفاهيه اكتر، بيركز على المتعه في الحاجه اللي هو محتاجها، النيدز بتاعته. تمام. طب انا دلوقتي لو رجعنا للسوبر ماركت، هو مش هيركز على النيدز بتاعته لان هو مش هيجيب كل البضاعه دي عشان احتياجات، مش محتاج ياكل كل اللي في السوبر ماركت، مش محتاج هو كل اللي في السوبر ماركت ده يكون ملكه هو لان هو محتاجه اطلاقا. هو كل اللي محتاجه او كل اللي يهمه في الموضوع ايه؟ العائد على الاستثمار. طب كايند كونسيومر خلاص عرفنا ان الاوبجكتيف مختلفة، الاوبجكتيف عنده ان هو عايز يسد احتياجه، عايز البيهيفير بتاعته يلاقيها، يلاقي الرفاهيه اللي هو محتاجها، الكلام ده كله. طيب كده ده 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 بورت او بوينت واحده في الجزء بتاع الفرق ما بين البي تو بي والبي تو سي، وتحديدا بنجيب الفرق لان اغلبنا شغال او اغلب الناس عارفه البي تو سي مش عارفه البي تو بي. طيب كبي تو بي ال 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 ايه اللي يخليني كواحد بتاع بي تو بي اجي اشتري؟ ايه اللي يخليني كواحد بتاع بي تو بي اجي اشتري؟ يعني مثلا لو انا دلوقتي خلينا مثلا على نفس المثال اللي كملين عليه، انا كواحد بتاع بي تو سي او كسوبر ماركت، ايه اللي هيخليني ادور مثلا على مولتو، تمام، شوكولاته مثلا، وادور عليه واسال الشركه عليه واتصل عليه واقول للشركه انا محتاج مولتو شوكولاته ينزل لي علشان انا محتاجه في السوبر ماركت، ايه اللي هيخليه يعمل كده؟ ال 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 اول حاجه العملاء نفسهم. انا كعميل كل شويه اروح السوبر ماركت اقول له عندك مولتو شوكولاته، يقول لي لا ما فيش، امشي، خسر. اروح له تاني عندك مولتو شوكولاته، يقول لي لا انا عندي برانش، لا مش عايز برانش، يمشي. فانا كسوبر ماركت بحس ان انا بخسر. لا انا العملاء بتيجي وتطلب الحاجه ومش بتلاقيها، فانا ببتدي ادور عند بتاع جمله وعند بتاع جمله تاني، عند بتاع حاجات جمله ثالث، وابتدي ادور وابتدي اسال في الشركه لحد ما اجيب المنتج ده واخليه عندي. تمام. ولما اخليه عندي ابتدي بقى ابيعه، يبقى انا الوحيد اللي عندي مولتو وابتدي اطلع منه. فايه الدافع اللي يخلي كاند كونسيومر يشتري مني؟ العملاء سوري، ايه الدافع اللي يخليني كبي تو بي او كعميل بي تو بي اشتري؟ الدافع اللي يخليني اشتري هو العملاء نفسهم، العملاء اللي بتيجي تدور على البرودكت نفسه، العملاء اللي بتيجي تدور على البرودكت نفسه. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه ايه بقى؟ النقطه الثانيه اللي بتكلم فيها البونص اللي راجع له، البونص اللي راجع له والحوافز اللي بترجع له. يعني مثلا في مثلا كبي تو بي مثلا محلات الادوات الصحيه مثلا مع شركات البلاستيك بتاعت المسير والحاجات بتاعت المويه والحاجات دي، بيمشوا مع بعض بنظام البوينت كده. ده بي تو بي بيمشوا مع بعض بنظام البوينت. يعني ايه بيمشوا مع بعض بنظام البوينت؟ يعني مثلا هو دلوقتي بيقول له والله انا المفروض هتاخد ب 1000 جنيه هتاخد بونص او هتاخد حافز على ال 1000 جنيه 10 جنيه، هتبيع مني او هتاخد مني ب 2000 جنيه هتاخد 20 جنيه، لو خدت مني منتجات ب 10000 جنيه تمام هتاخد 100 جنيه. تمام. فهنا عنده حافز، هنا عنده حافز، يبقى هو هيكسب من العميل اللي بيبيع له البضاعه، تمام، وفي نفس الوقت هيكسب من الناحيه الثانيه من الشركه لما هيكسب منها الجزء بتاع البونص ده. تمام. فيبقى هو عنده البونص وعنده غير البونص عنده الجزء بتاع عنده الجزء بتاع العميل نفسه، العملاء بتوعهم. طبعا انا كواحد كعميل او انا كسوبر ماركت ببتدي اخد من شركه او ما الى ذلك، او بتعامل مع شركه ببتدي ان انا اخاف على العملاء بتوعي، العميل كل شيء يجي يسالني على حاجه ما يلاقيهاش، بعد كده مش هيجي لي خالص، حتى الحاجه اللي عندي مش هياخدها، لان هيقول كل ما اروح اساله على حاجه يقول له مش موجوده كلها، فخلاص انا هشتري منه ليه؟ خلينا ايه، نشتري من اي حد وخلاص. تمام. الدوافع بتاعه العملاء ان هي تشتري حاجتين، لازم تركز مع العميل بتاع البي تو بي بتاعك على حاجتين، العملاء بتوعه بيطلبوا منه ايه، دي اول نقطه. تاني نقطه الحافز المادي او الفلوس اللي عايده عليه،
بونص، حوافز ماديه، اوفرز على الخصومات بتاعته، وما الى ذلك. تمام. يعني دي من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بتفقد البيزنس ما بين بي تو بي وبي تو بي تاني مصداقيته، اللي هم بيقول لك ايه احنا شركاء، انت بتقول مش خايف على مصلحتي. تمام. لما بيبقى في تاثير من جانب معين بيقول احنا شركاء، لازم تحافظ على مصلحتي، غير لو عميل. عميل مش هيقول لك احنا شركاء، لا هو محتاج حاجته وخلاص. طيب ايه تاني بيفرق بقى؟ ايه تاني بيفرق؟ انا كعميل بي تو بي، كعميل بي تو بي، ايه اللي هيخليني افضل شركه عن شركه لو الاثنين متساويين في البونص والاثنين متساويين في العائد المادي والاثنين بالنسبه لي هم نفس الاوفرز؟ شركه كرانشي مثلا، لو احنا مكملين في اكزامبل السوبر ماركت، ومثلا تايجر فور اكزامبل. تمام. انا عميل بجيب شيبسي، طيب في عندي منافس كمان اسمه تايجر مثلا بتاع شيب بتاع بطاطس، وعميل تاني مثلا اسمه كرانش وواحد اسمه تايجر. ايه اللي يخليني اشتري انا كسوبر ماركت اشتري من تايجر؟ ويعني مثلا انا المفروض بجيب كل شهر 100 كرتونه، بجيب 70% 70% او 70 كرتونه شيبسي و30 كرتونه يا اما بجيبهم تايجر يا اما بجيبهم كرانش. ايه اللي يخليني افضل ده عن ده لو الاثنين في نفس السوا بالنسبه لي والاثنين بالنسبه لي واحد؟ العمليه بتاعت الشركه نفسها. انا المندوب او مدير الحسابات او مدير البيع او بتاع المبيعات في شركه كرانشي صاحبي وحبيبي والدنيا بالنسبه لنا كويسه وبيتعامل معايا وبقول له خلاص خد ويبقى ليا المره دي يبقى ليك فلوس ماشي، الدنيا بالنسبه لنا تمام. المعامله زي ما بيتقال كده ايه، المعامله او الديل ماشي كويس، الديل ماشي كويس. طيب لو شركه ثانيه وشركه ثانيه، لو انا مثلا ايجنسي والمفروض ان انا العميل اللي انا بشتغل له اعلانات كويس، مش هسيبه خلاص، ده عميل كويس فاهم يعني ايه ماركتنج، بالنسبه له الدنيا كويسه، البيزنس بتاعه ماشي كويس، خلاص عميل مريحني انا، ايه اللي هيخليني لا احاول ارضيه علشان واجيب له النتائج اللي هو عايزها؟ طب لو عميل بقى مقرف كل شويه بقى يقول لي لا والله انت الاعلان ده مش حاسه، الاعلان ده مش جايب لي لايكات كتير، الاعلان ده مش عارف ايه، لا اصلا ده عميل مقرف، خلاص انا في عميل تاني اصلا بالنسبه لي هاخده جديد، وانا بالنسبه هيبقى لي وقت وامشي العميل ده اصلا وما اشتغلش معاه، هو اصلا معاملته مش حلوه، وعمليه زي عمليه التجاره ما بيني وما بينه، او عمليه الشراء ما بيني وما بينه، او عمليه الاتفاق ما بيني وما بينه على حسب طبيعه البزنس افضل. تمام. يبقى العمليه بتاعت الشراء او عمليه الديل او الديل بروسس زي ما بنتكلم عليها وبنقولها الديل بروسس ما بيننا ماشي بشكل كويس، الفوتره ماشيه كويسه، الحسابات كويسه، المناديب بتوع المبيعات او البي ار مديرين علاقات العلاقات كويسين، التصريحات بتخلص بسرعه، الورق ما بيننا ماشي كويس، الدنيا فيها فليكسبل، لا ماشيين منظمين ودنيتهم ماشيه مظبوطه خلاص، هم مريحين خلاص، العمليه بتاعت الكونكشن ما بيننا كويسه، العمليه بتاعت الكونكشن ما بيننا كويسه. فدي ثالث نقطه مهمه جدا جدا في حته البي تو بي، ومن الاهم الطرق والاستراتيجيات نعتمد عليها المعامله، وان انت حاول زي ما بيقول كده ايه، حاول تكسبه علشان نعمل منه شغل كويس، زي ما بيتقال كده اكسبه عشان تعمل منه شغل كويس. تمام. فدي من الحاجات المهمه جدا 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 اللي لازم تكون واخد بالك منها وتشتغل عليها. طيب لو عميل مثلا بي تو سي، تمام، لو عميل بي تو سي، طيب البي تو سي احنا بنحاول نوضح الفرق عشان كل ما تفهم الفرق ما بين البي تو بي وما بين البي تو سي تبقى انت بالنسبه لك الدنيا واضحه اكتر. طيب بي تو سي اهم حاجه عنده ان هو يشتري بنفسه ويكون متاكد 100% ان الحاجه دي بالنسبه له هي تراست جدا جدا. ومثلا لو انا بشتري مثلا من ويب سايت اونلاين، مهم للعميل جدا ان هو شايف الحاجه قدامه، انا واثق ان الحاجه هتجي لي من الويب سايت ده كويسه جدا جدا، لا انا واثق ان الحاجه هتجي لي من المحل ده كويسه جدا جدا، لا انا واثق ان الستور ده الحاجه بتاعته نظيفه. تمام. طب عكس البي تو بي، في نفس الوقت هو بيحب يشتري بنفسه،
ما يبعتش حد يشتري له، تمام؟ لا، هو يشتري بنفسه ويخلص حاجته بنفسه ويظبط دنيته لنفسه، تمام؟ يعني دي من الحاجات المهمه جدا جدا في عمليه البي تو بي نفسها، والفرق ما بينها وما بين البي تو سي. طيب ايه تاني ممكن يفرق، او ايه الفرق او من اهم العوامل المهمه جدا جدا في البي تو بي وتفرق جدا برضو عن شغلنا في البي تو سي او عن شغل البي تو عن شغل البي تو سي؟ زي ما قلنا عمليه الشراء نفسها، تمام؟ في بعد كده بقى الجزء بتاع الغرض من الشراء. هو دلوقتي اصلا هيشتري ليه، تمام؟ يعني انا دلوقتي عايز اشتري ليه، او ايه اللي يخليني اشتري منه، تمام؟ او اللي يخليني افضل اشتري منه، زي ما احنا بنكمل في نفس النقطه، ان هو بيدور على الحاجه اللي تديله. يعني مثلا انا دلوقتي بشتري او بتفق على ديل معين، يهمني جدا جدا الاكسبير ديت بتاعتها مثلا، يهمني جدا جدا ان الحاجه تشتغل معايا اكتر سيزونز ممكنه. يعني انا لو جبت مثلا ملابس، حلو، الملابس دي تنفع للكلاينت في وقت الخريف ووقت الربيع ووقت الصيف، وتمشي خريف وتمشي ربيع وتمشي كذا حاجه، فهتشتغل معايا في كل السيزونز. حلو، طب لو انا بشتغل على حاجات سيزون واحد، لا مش هتبقى مفضله بالنسبه لي، تمام؟ طيب لو انا مثلا بشتغل على حاجات مثلا زي مثلا الجزء بتاع السوبر ماركت، على نفس المثال، هو دايما بيحب المنتجات اللي شغاله معاه دايركت، مش هيجي في الشتاء لولا ان الناس بتطلب بيبسي وكوكولا والحاجات دي دايما، لا هو في الشتاء مش هيجيبها اصلا ولا هينزلها. طيب لو هو مثلا حاجات الايس كريم وكده، في طول الشتاء ما تسمعش عنه خالص، تمام؟ في الصيف تلاقيها شغاله. هو مش، لا انا مش هاخد حاجات ايس كريم والكلام ده ويقعد عندي، انا الناس مش هتشتريها، تمام؟ انا مشتريها منك في الصيف علشان في غرض معين، ان انا ابان للناس وان انا اشتغل والدنيا تمشي معايا، تمام؟ طب العميل بقى العادي، العميل العادي، لا هو ممكن ياخد الحاجه عندي جدا ويقول لك مثلا ايه، زي مثلا الامهات كده لما تيجي تشتري هدوم، مثلا تشتري هدوم 15 اكس، وممكن يكون البيبي اصلا هو مقاسه اكس لارج، واحد او اثنين اكس لارج، هو مشتري عشان يقعد معايا وقت طويل علشان اكسب منه اكتر من فتره من كده. لا والله انا هجيب تكييف مثلا بارد، لا هات تكييف بارد وسخن عشان يشتغل معاك هنا وهنا، ما يبقاش طف التكييف في وقت في سيزون مختلف وما الى ذلك. بس العميل العادي بيحب الحاجه اللي تقعد معاه اطول وقت ممكن، يستنفع بيها بقدر عالي جدا او بوقت عالي جدا جدا من الجزء بتاع من العميل العادي، تمام؟ ده الفروقات وكم التوضيحات ما بين البي تو بي والبي تو سي، والاوبجكتيف هنا والاوبجكتيف هنا، والدي تمشي هنا وهنا ازاي. خلينا كده نشوف حد عنده سؤال في البورد ده، ولا نكمل وناخد الاسئله ونتناقش في الاخر؟ ممكن ناخد لو حد عنده سؤال وبعد كده نكمل. طيب خلينا كده نشوف الجزء بتاع الاستراتيجيات في البي تو بي، الاستراتيجيات المختلفه في البي تو في البي تو بي. او انا دلوقتي لو انا معايا برودكت، انا دلوقتي معايا برودكت محتاج اسوقه، انا دلوقتي معايا برودكت بي تو بي، المفروض ان انا محتاج اسوقه، لو انا اطلع البرودكت ده ايه البلاتفورمز او الاستراتيجيات اللي انا ممكن اعتمد عليها في تسويق البي تو بي؟ افضل حاجه ومن افضل الاستراتيجيات اللي بنشتغل عليها في مشروع البي تو بي او في اي بروجكت بنشتغل عليه بي تو بي، الايميل ماركتنج. الايميل ماركتنج من انجح وافضل الاستراتيجيات اللي بنشتغل عليها. دايما دايما موضوع الايميل ده بيشتغل بشكل كويس جدا جدا لو انت فعلا شغال بي تو بي صح، والناس اللي انت بتستهدفها هم اوريدي انترستد، والناس دي
اوريدي بتفتح الميل. يعني احنا عندنا مشكله في موضوع الميل ان احنا ممكن نشتغله لعميل بي تو سي. طيب في البي تو سي ممكن يكون مش انترستد اصلا، ممكن يكون مش انترستد اصلا، او ممكن هو يفتح الميل مش انترستد بالبرودكت نفسه، هو انترستد بالميل نفسه. يعني الافراد دايما دايما مهما كان مش بيفتحوا الميل ديل غير لاوبجكتيف معينه او هدف معين، وقليل جدا لما تلاقي افراد مواظبين على موضوع الميل. طيب بالنسبه للشركات، لا هو عنده ميل دايما بيفتح، عنده ميل لازم يعمل عليه تشيك كل يوم علشان لو في متابعه سر العمل، علشان جاله تاسك جديد، عشان لو المفروض ان هو هيريبورت لشركه ثانيه او هيديل مع شركه ثانيه، عشان لو هيريبورت المانجر، علشان لو هيبعت لي او يفولو اب على الشغل، علشان لو هيتابع الكليندر بتاعت الميل لو عنده شغل ثاني او ميتنجز ثانيه. فالفرق ما بين الميل في البي تو بي والبي تو سي هو الاوبن بتاع الميل نفسه، ان الميل كام مره كفرد بتفتح الميل، وكام مره كشركه او بتفتح ميل للشركه، بتفرق تاني. تمام، في ناس بتبقى ناسي اصلا الباسوردز بتاع الميلز بتاعتها. تمام، طيب ايه بقى المهم في موضوع الميل، او ايه المهم في قصه الميل نفسه او الاستراتيجي بتاعت الميل نفسها؟ اهم حاجه في حته الميل الهيدلاين نفسه. تمام، الهيدلاين نفسه العنوان بتاع الميل هو ده اللي بيخلي الشركه نفسها او اللي فاتح الميل نفسه يقرر يفتح الميل او ما يفتحش الميل. يعني يا اما هيفتح الميل بناء على الهيدلاين اللي انت كاتبه، يا اما مش هيفتح الميل. تمام، الميل لازم يكون الاوبجكتيف السبجكت بتاعه او الموضوع بتاعه لازم 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 يكون حاجه كذابه، لازم يكون جزء كذاب، لازم يكون حاجه تشد اللي بيتكلم على او اللي بيفتح الميل يقدر ان هو يفتحه، يخليه يفتحه عشان يستكشف الحاجه اللي موجوده جوه الميل. زي مثلا احصل مثلا على عدد بونص مثلا لما تشتري مبلغ معين. والله ممكن ساعات بنستخدم الاحصائيات، مثلا والله في احصائيه بتقول ان انت مثلا يعني مثلا لو احنا بنشتغل مثلا في مقاولات، بنشتغل في مقاولات، تمام، شركات المقاولات المفروض طبيعه شغلها ان هي بتشوف افضل العروض للمقاولين، تمام، او شركات الديفلوبمنت مع المقاولات. وانا شركه مثلا بتاع الديفلوبمنت، يعني ايه؟ يعني مثلا انا المفروض بشوف مثلا في مثلا مناقصه مثلا على مثلا تشطيب مثلا شقق مثلا. حلو، طيب انا دلوقتي المفروض عشان اشطب الشقق دي كشركه تشطيبات مثلا بعتمد على شركات المقاولين، او بعتمد على المقاولين، بجيب المقاولين واقول لهم والله انت دلوقتي المفروض هتشطب لي الشقه دي الجزء بتاع مثلا مثلا التشطيب الخارجي مثلا، ويقول لي هتاخد في المتر كام وهتشطبها بنوع ايه. حلو، طيب انا دلوقتي شركه مقاولات وعايز اتارجت، وعايز اتارجت الشركه بتاعه المناقصات عشان ادخل معاها في المناقصه واشتغل لها واخد نصيبي ويبقى كويس. ببتدي العب على الكيوردز نفسها او السبجكت نفسها، ببتدي اقول له والله افضل الاسعار مثلا خلال مثلا فتره التشطيبات خلال 3 شهور، او مثلا اتعاقد على مثلا تشطيب معين، تشطيب مثلا ديكور، وفي حاله عدم مثلا الاستلام في الوقت المحدد تحصل على فلوسك بشكل كامل. حلو جدا، تمام. طب الهيدلاين ده هيبين له ايه؟ هيقول له والله احنا ملتزمين جدا جدا جدا، وبنديك وعد الزامي ان احنا لو ما استلمتش التشطيب ده في الوقت اللي انت متفق عليه انت هتاخد فلوسك كامله. خلاص انا لو جه حد شطب لي وما ادانيش هيبقى ملزم ان هو يرد لي الفلوس بتاعه التشطيب. فدي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، حاجه كويسه. خلاص انا بالنسبه لي ده حد تراست. وعندنا دايما مشكله مع المقاولين في انهم ما بيخلصوش في ميعاده. خلاص دي حاجه هتخليني افتح الميل، حاجه هتخليني ان انا اكون متاكد ان انا الميل ده لازم يتفتح، اشوف طب الموضوع هيمشي ازاي، الديل هيمشي ازاي، هيعملوا ده ازاي وما الى ذلك.
تمام. فمن الحاجات المهمه جدا جدا في الاستراتيجي بتاعت الميل الحته بتاعت السبجكت او الجزء بتاع السبجكت. طيب الجزء الثاني المهم في الاستراتيجي بتاع الميل الكول تو اكشن نفسه، لازم يكون فيه كول تو اكشن صريح وواضح، ما ينفعش يكون مشتت. يعني ما ينفعش اقول له تواصل معنا او املى الفورم او ابعت لنا على واتساب مش عارف ايه واحط له كذا كول تو اكشن. انت بتتكلم بي تو بي لازم تكون في صيغه واحده، اتصل على خلاص يصابمنت في حته ثانيه، يصابمنت يملى ابلكيشن يملى ابلكيشن. ما ينفعش ان انت تحط 500 اقتراح، مش هينفع، لان انت عميلك واحد، انت خلاص بتارجت شركه معينه، بتارجت جزء معين، خلاص انت لازم تحط له في الكول تو اكشن تكون حاجه سهله جدا جدا. ويا بقى لو الكول تو اكشن دي ضغطه زر، تمام، هو يضغط على الزر وبعد كده انت تتواصل معاه وما الى ذلك، تمام. دي حاجه مهمه جدا. حاجه كمان الديزاين بتاع الميل نفسه، في ناس بتبعت الميل يعني تحس ان حد نحكشه في الميل، انا مش فاهمين حاجه في الميل، تمام. هو بيبعت الميل الديزاين بتاعه تعبان جدا، تمام. ممكن يكون من غير سبجكت، ممكن يكون البودي بتاعه مش موضح، انا مش فاهم. يعني انت كاتب عنوان وكاتب البودي بتاعته حاجه مستفزه جدا ما لهاش علاقه اصلا، تمام. طيب ايه تاني غير الايميل ماركتنج بنستخدمه في شغل البي تو بي؟ اعلانات البي بي سي، اعلانات البي بي سي، الاعلانات اللي هي بالكليك. يعني مثلا انا دلوقتي بدور على شركه معينه اعمل معاها ديل، هدور على جوجل دايركت، خلاص انا بدور على شركه يبقى هدخل ويب سايت، هدخل ويب سايت يبقى من خلال جوجل، تمام. فاعلانات البي بي سي هي من افضل الاستراتيجيز اللي بنشتغلها في جزء البي بي تو بي، تمام. وطبعا مش هقول لك بقى على شغل الويب سايت لازم يكون كويس، ولا شغل الاي سي او لازم يكون كويس، ولا ان اعلانك يكون محدد وبيشتغل على نقطه معينه، ولا الكلام ده كله. انت طبعا الكلام ده كله بيزكس اساسيه مهمه جدا جدا لازم تكون انت واخد بالك منها كويس جدا جدا، ولازم تكون انت يعني محددها بشكل كويس. طيب الكونتنت بقى الجزء الثاني الثالث مساعة على الكونتنت، تمام. الكونتنت اللي بيروح للبي تو بي، الكونتنت اللي بيروح بي تو بي، اي حاجه تروح بي تو بي ككونتنت لازم تكون محدده، لازم تكون محدده. يعني مثلا انا هدي لك الكونتنت بي تو بي، هدي له تشيك ليست، اقول له والله انت ممكن تختار من التشيك ليست دي او من القائمه دي الديل اللي انت عايز تتفق عليه دايركت. يعني مثلا انا لو فودافون وعامل اعلان مثلا على باقات لشركات البيزنس، حلو، هيكون انت الموضوع تيبل بسيط جدا جدا، باقه كذا بسعر كذا، تمام، باوفرز كذا، باقه كذا بسعر كذا، باوفر كذا، باقه كذا. حد بتاع بيزنس مش هيقعد يقرا في كونتنت 3 4 5 10 سطور وعشان يوصل لمعلومه معينه، هو مش هيعمل ده. انت لازم تشتغل على تشيك ليست، تمام. طيب ايه تاني في البي تو بي؟ جزء البي تو بي الويبينار او الميتنجز نفسها، تمام، الميتنجز نفسها. موضوع الميتنجز مهم جدا جدا لو انت بتدور في البي تو بي. يعني مثلا انت دلوقتي والله احنا بنتكلم مثلا ان احنا بنقدم خدمات بزنس، حلو، هجيب عميل من اللي بقدم لهم خدمات البزنس بتاعتي، تمام، وابتدي اشتغل عليه ان هو ان هو اوضح له وابين له ان قد ايه احنا شغلنا، قد ايه احنا شغلنا ممتاز جدا ومهم جدا، وشغلنا رائع جدا وما فيهوش اي مشكله، بدليل ان احنا جايبين معانا خبراء او جايبين معانا ناس تقيله في المجال وعاملين معاهم ويبينار او عاملين معاهم ميتوبس او عاملين معاهم لقاءات، تمام. طيب ايه تاني؟ الكيس ستوديز من اهم الحاجات جدا جدا اللي بنشتغلها في جزء البي تو بي كشغل. الكيس ستوديز يعني احنا دلوقتي شغالين في ماركتنج ايجنسي مثلا، حلو. طيب ماركتنج ايجنسي دي والله احنا عملنا اتفاقيه كبيره جدا جدا مع شركه كويسه جدا، بس كان عندها مشكله كبيره في الماركتنج، اكتشفنا المشكله، وبعد ما اكتشفنا المشكله رحنا عملنا لها حل، والشركه دي بقت تبيع بثلاث اضعاف. طب انا لو عملت الكيس ستادي دي في ستوري وبدات اوضحها وبدات ابينها للناس، خلاص الناس هتاخد تراست مني،
فالناس هتبتدي تستفيد، فالناس هتطلع بمكاسب مهمه جدا جدا جدا، وهتبتدي تعمل كونفرجن بطريقه اندايركت. تمام. طيب ايه تاني مثلا؟ الار او اي، الكلام على الار او اي بالعائد على الاستثمار اللي احنا هنديه لك في الكونتنت، زي ما احنا كنا بنقول ان من اهم الحاجات اللي هو مهتم بيها جزء الار او اي، حاجه مهمه جدا جدا لازم يبقى متاكد منها. يعني انا هعمل دي معاك، حلو، هكسب كام دايركت؟ انا كبزنس انا بفكر في المكسب، هكسب كام؟ ده اهم حاجه بالنسبه لي لازم اكون مخلي بالي منها ولازم اشتغل عليها. طب ايه تاني؟ الريبورتس اللي انا بشتغل عليها، يعني مثلا انا كنت مثلا شغال مع كلاينت واخر الفتره ما بيننا عملنا ريبورت بالفتره اللي اشتغلناها وقفلنا الريبورت على النتائج اللي حصلت وكم المصروفات وكم العائد اللي رجعت عليه والقصص دي كلها، خلاص. طب وبعدين عملت ده ريبورت، اي حد يشوف الريبورت ده خلاص هتاكد ان انت شركه تراست، انت ليك انت ليك ميزه، ليك فاليو معينه بتقدر تاديها، فدي حاجه بالنسبه لك مهمه جدا 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 لازم ان انت تشتغل عليها و تخلي بالك منها بشكل كويس جدا جدا، و تخلي بالك يعني تركز معاها كويس جدا بشكل كبير جدا. طيب حاجه كمان بقى او حاجه اخيره من الاستراتيجيات اللي بنشتغل عليها، الجزء بتاع النيوزليتر، الاخبار اللي دايما بتيجي على الشركات. يعني انا دلوقتي كشركه دخلت على الويب سايت بتاعها فقالوا لي ركز اشترك في النشره الاخباريه بتاعتنا عشان يوصلك كل جديد في المجال. حلو جدا. انا بديله اوبجكتيف معينه هو محتاجها، النيوز الابديتس اللي بتحصل، بس في نفس الوقت هو مش ناسيني. كل يوم بيجي له نوتيفيكيشن مني على الميل بالحاجات تفيده، فهو اوريدي مش ناسيني. فاوريدي هيشتغل على جزء الورد اوف ماوث، فهيبتدي يعمل لي ماركتنج بشكل كويس جدا جدا جدا. دي اهم الاستراتيجيات واهم الطرق اللي بنشتغل عليها واللي لازم نشتغل عليها. طبعا طبعا من الحاجات المهمه جدا جدا واحنا شغالين بي بي سي كاعلانات او بشكل عام على الويب سايت، الجزء بتاع الليد بيج او اللاندنج بيج، طبعا من الحاجات المهمه جدا 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 بشكل مهم جدا جدا. ومش هننسى اخر حاجه وجودك على السوشيال ميديا، حتى لو انت بي تو بي مهمه جدا جدا كجزء من جزء لا يتجزا من جزء البراندنج، احيانا انت لازم يكون ليك تواجد على السوشيال ميديا. تمام. دي ده باختصار موضوع البي تو بي واللي المفروض بنمشي عليه في البي تو بي كاستراتيجيات، ومفهوم البي تو بي بما يختلف عن البي تو سي. تمام. حد عنده اي سؤال في الكلام اللي قلناه ده كله، او حتى عنده اي كومنت على حاجه؟ ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ السلام عليكم استاذ محمود، صحتك؟ الحمد لله. سامعني؟ سامعك. شكرا استاذ محمود ولحضرتك وللجميع، ومرحبا اهلا وسهلا في الجميع. طبعا اشكر حضرتك على التوضيحات الهامه، بس في توضيح بسيط استاذ محمود ما يخص لو كان في بادجت عندي محدده للبي تو بي. حلو. على السوشيال ميديا هو زيه زي البي تو سي تقريبا، ولا في اهميه على بعض مثلا اللينكد ان وجوجل او مثلا؟ لا بص هقول لك حاجه، اشتغل في استراتيجيات بنشتغلها بشكل اولي زي شغل الايميل ماركتنج. تمام. شغل الايميل ماركتنج من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بنشتغلها، وهي من اقل البودجتس، حتى انا قلتها اول حاجه، من اقل البودجتس اللي ممكن تشتغل بيها لكنها من اعلى النتائج. جزء الويب سايت او اللاندنج بيج وشغل الاي سي او، ركز على جزء الويب سايت اللاندنج بيج بتاعته واشتغل اي سي او كويس جدا جدا مع ايميل ماركتنج، هتبتدي تعمل كونفرجن فتعمل عوائد، من العوائد تبتدي تبني واحده واحده وتعلي في البودج بتاعتك مع راس المال. بالظبط كده. مع حضرتك طبعا مع التركيز على اللينك، اللينكدين طبعا اهم في البيزنس. ده بشكل اساسي. يعني انا بالظبط
بقول وجودك على السوشيال ميديا بشكل كامل هي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. تمام، اشكرك، شكرا خاطر بس كان توضيح بسيط، شكرا جزيلا. تفضل. مساء الخير. ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ حبيبي الله يخليك، ان شاء الله خير والله، ومتشكرين جدا والله وعلى الشباب اللي متواجدين يعني. سؤالي طيب في الجزئيه بتاعت الايميل ماركتينج، يعني افضل الطرق اللي انا اقدر اعمل بها اجمع بها الداتا بتاعت الايميلات مثلا، دي نقطه. اللاندنج بيج بالداتا بتاعت الكلاينت نفسها، اللاندنج بيج من افضل ككواليتي ومن افضل كنوعيه الداتا، دي افضل لاندنج بيج. ايه طب اللاندنج بيج من افضل الحاجات اللي يعني يمكن افضل يعني ما فيش معاها حاجه في نفس الليفل، هي افضل حاجه اللاندنج بيج. طب ما انا كده في الحاله دي محتاج برضك انه استهدفه واتواجد في جهه، يعني اخلي الناس تجي على اللاندنج بيج مثلا يعني، او اقدر اوصل لها اللاندنج بيج بتاع الاي سي او، الناس هتملى في اللاندنج بيج، هتبتدي تجمع مع فتره معينه عدد من ميلز، تبتدي تشتغلها جزء جزء. اوكي تمام. اتكلمت بعد الجزئيه بتاعت الكول تو اكشن والديزاين اوف ايميل، الجزئيه الثالثه اللي هي بعد الجزئيه بتاعت الكول تو اكشن والديزاين اوف ايميل. تمام، اتكلمت كان عن اعلانات الويب سايت ولا ايه كانت الاستراتيجيه؟ الويب سايت ايه؟ انا مش عارف شو السبب. لا بعد يعني بعد على طول كان ذكرت الحته بتاعت الكونتنت ماركتنج او الكونتنت هي يعني انت قلت بي بي سي ولا حاجه زي كده. بص، نوع من انواع الاعلانات، نوع من انواع الاعلانات على جوجل البي بي سي، تمام، اللي هو نوع من انواع الاعلانات على جوجل ايد او على جوجل بشكل عام. اوكي تمام، شكرا استاذ. تمام. ايه تاني؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ اوكي تمام. طيب عموما لو حد تاني عنده سؤال دلوقتي او في اي وقت او اي وقت اي حاجه يبعت لي على الايميل او يبعت على البيت او اي كان. نور، انت فتحت المايك، عندك حاجه سؤال او حاجه؟ هو انا عندي بس ملوش علاقه بموضوع اليوم، موضوع له علاقه بالاعلانات. طيب خلينا نتناقش فيه على الماسنجر، يعني ابعت لي على الماسنجر وبس دلوقتي على طول بعد ما يقفل، علشان يعني بعد كده ممكن ما يبقاش الموبايل معايا، المودريشن هيرد عليكي وهيحصل قصه كده قبل ما نيجي، فدايركت تبعتي. ماشي، لغايه ببعت لك. ماشي، انا هستناكي بعد ما يقفل. طيب معلش يا استاذ محمود، قول معاك. الاستراتيجيه دي عموما اللي سواء كانت سيرفيس او برودكت، صحيح؟ طبعا ممكن نستخدم. السؤال هذا. تمام، اوكي تمام. مريهان، كان عندك في سؤال او حاجه تروح عليه؟ السلام عليكم. ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بتتابع في صمت على فكره؟ والله بحاول اتعلم، يا ان شاء الله خير. كنت عايز اسال لو انا عندي بتارجت مثلا مصنع بيبيع اعشاب وحاجات كده، ده مثلا التسويق عليه بيبقى زي بي تو بي برضو ولا بيبقى نظام ايه؟ حلو. المصنع نفسه بيتارجت مين؟ بيز اون التارجت اودينس ببتدي طريقه شغله، يعني هل هو اعشاب وبيوزع بيبيع اونلاين فبالاونلاين بيبيع للاند كونسيومر دايركت او الكاستمر دايركت، ولا بينزل لي مثلا محلات عطاره وسوبر ماركت؟ الاثنين. حلو، يبقى انا ببتدي اعمل له الاستراكشر بتاعته على جزئين، جزء مبيعات دايركت، تمام، وابتدي اعمل له تيم لوحده كدايركت او كشانل لوحدها او سيكشن البيع الدايركت، وبيتعامل مع المصنع، عشان سيكشن البيع الدايركت ده بيتعامل مع المصنع كانه خانه من الخانات او الديلز المفضل بالنسبه له، او مثلا زي ما بنقول كده ايه الفتى المدلل بتاعه، يعني انا عندي ببيع بوزع للتجار، بس انا عندي تاجر كده على جنب اسمه الاونلاين دايركت بتاع المصنع، ببتدي اتعامل معاه
تمام على انه لوحده، تمام بتعامل معاه على انه لوحده في فاصل ما بيني وما بينه، حلو، وببتدي اتعامل معاه على انه هيبيع بالاسعار زي ما هو بتتباع في السوق وكل حاجه، وليه استراتيجيته وكل حاجه. ده استراكشر الجنب او جنب من الجوانب. الجانب الثاني اللي هو بقى التجار او السوبر ماركت، التجار في جزء والسوبر ماركت في جزء، وابتدي ابني اس تي بي لكل واحد علشان ابتدي اتعامل معاه. بس هو بيتعامل كبي تو بي عادي جدا، بس الطرق عندك هتكون مختلفه شويه، لان مش عارف لسه كونسبت الاعتبار في مصر في نفس الاطار بتاع السايكل بتاعت التوزيع، بس ما راحش اونلاين للناس نفسها ولا ايه، قصدي للتجار، لكن هو بيتعامل بي تو بي في كل الاحوال يعني. تمام. طيب وده برضو بيشتغل على اعلانات جوجل زي ما حضرتك قلت كده، نفس ما هو ده اللي انا لسه بقوله لك. هل الراجل اللي هو مع كامل احترامي ليه وتقديره، الراجل اللي قاعد بجلبيه في محل العطار، هل بالنسبه له هو هيدخل على جوجل علشان يسجل في لاندنج بيج علشان تتواصلوا معاه؟ لا اعتقد الناس بقى اللي هي العملاء العاديين اللي هم يحبوا يشتروا حاجات اونلاين. طيب ده كده ده سيكشن اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بتاع الاونلاين بيع بتاعي. طب السيكشن بقى بتاع محلات العطاره نفسها، الناس دي هتتعامل ازاي؟ الناس دي بتتعامل بيبقى ليهم حاجه كده ممكن تبقي تقري فيها او ابعتها لك او اساعدك فيها، مفيش مشكله، بتاعه الديستريبيوتر تشانل. الديستريبيوتر تشانل قنوات التوزيع، تمام، اللي هي انا بيكون عندي مندوب من المصنع، تمام، وبيبتدي يديل مع الاماكن دي، بيبتدي يديل مع الاماكن دي، تمام. انا كمصنع عارف المنافسين بتوعي، فعايز فبعرف المنافسين دول بينزلوا فين، وبناء على كده بشوف طريقه تسعيرهم والكواليتي بتاعتهم، وبشوف العطار ده بالنسبه له اهم حاجه ايه، هل بالنسبه له البونص مهم، ولا بالنسبه له ان هو ياخد الحاجه ببوينت، هيفهم نظام البوينت وابتدي اعمل معاه دي. والله انا عارف ان انا بنزل في الموسكي لمحلات واحد من ثلاثه، خلاص العربيه هتروح بالمندوب بالسواق ويبتدوا يديله، تمام، يبتدوا يفرشوا، بنقول عليها بلغه السوق والعطاره وكده بنفرش الفرشه، تمام، اسمها كده. بعد ما بيفرش الفرشه بتاعته بيبتدي ان هو يتابع معايا. عشان كده دايما بنقول بتاع الماركتنج هو مش بس بيشتغل سوشيال ميديا وبيعمل بروسس وادس وبس، لا هو ليه في كل الاجزاء، لان في بارت زي ده كبتاعت ماركتنج لا انا لازم ابني حاجه اسمها ديستريبيوتر تشانل، وابتدي اعمل اقسم مناطق التوزيع، ومناطق التوزيع دي انا هاخد قد ايه. يعني مثلا انتم تارجتين مناطق معينه ولا متارجتين محافظات، ولا التارجت بتاعكم ماشي ازاي كديموغرافيك؟ هو اصلا ممكن يسوق لاي حته في مصر لانه عنده دليفري، يعني اي حد عايز يشتري كميه معينه ممكن اي حد يعني يجي له دليفري من مصنع. هو بيتارجت القليوبيه اكتر حاجه، بس لو عايز يعني لو اي حد من اسوان عايز يشتري المنتجات دي ما فيهاش مشكله عادي. طب حلو جدا، بنبتدي نعمل استراتيجيه توسع، او الـ بنعمل حاجه اسمها اورينتد ماركت، تمام. يعني ايه؟ انا دلوقتي عايز اخترق السوق، انزل السوق ده، فابتدي ابني في الاول استراتيجيه اختراق في السوق. هل انا هنزل في القليوبيه واتمركز فيها كويس جدا جدا جدا، وابتدي النكست ستيب بعد الفيرست كوارتر ان انا ادخل المحافظه اللي بعدها، ولا هل انا هنتشر في كل المحافظات مع بعض واعمل مندوب واحد لكل محافظه؟ ده بقى بيحكم على حسب البادجت بتاعتي والامكانيات بتاعتي وجزء الديفلوبمنت. انا عندي ناس تقدر تدير مناديب المحافظات كلها، ولا انا عندي واحد بس شغال اشغله على القليوبيه ولما ينجح ابتدي اجيب واحد تاني واشغله على المحافظه اللي بعدها، ولا الديفلوبمنت بتاع المصنع ماشي ازاي؟ هو يعني التفاصيل دي انا اعرفه ان هو عادي ممكن عنده مناديب كتير يقدر يسوق له على حسب الكميه اللي بتيجي يعني من الموردين، بس انا بقى عايز اسال طريقه تسويق على السوشيال ميديا يعني احنا نزلنا بوستات على ناس بتطلب وناس بتسال وكده، وفي فعلا تجار عايزين يشتروا منتجات، او حد مثلا عايز يفتح محل عطاره جديد فعايز يشتري، بس مش بالكميه الكبيره يعني
مش بكمية كبيرة قوي. اتفضل. هقول لحضرتك حاجة دلوقتي، احنا محتاجين نعمل ماركت ريسيرش. يعني ايه؟ يعني افهم السوق تحت على الارض ايه اللي بيحصل فيه، التاجر ايه المعامله اللي بتحصل ما بين التاجر وما بين المصانع، ايه الديل اللي بيمشي. البص، في حاجه اسمها السايكل برودكت، تمام؟ ايه اللي بيحصل ما بين المصانع كبي تو بي وما بين تجار الاعلام. كل اندستري ليها ستراكشر وليها سايكل محدد. يعني في مجال العربيات، في طريقه بتحصل عشان العربيه من اول ما تخرج من المصنع توصل للاند كونسيومر، بتروح للوكيل، والوكيل بعد ما يحجزها تبتدي تجيله، وبعد ما تجيله يروح مسلمه. في العقارات، تمام، الاندستري بتمشي ازاي؟ بنعلن عن قطعه، عن الماكت وعن المباني والمساحات وكل حاجه، والناس بتحجز وتدفع ديبوزيت او مقدم، وبعد ما تحجز نبتدي ان احنا نبني، وبعد ما بنبني بنسلم الناس بعدها باربع خمس سنين. في الكوزماتكس او الفارم، بننزل المناديل يروح للصيدليه، والصيدليه تطلب من تشوفوا الدكاتره عندها بتطلبه ولا لا، وبناء على طلب الدكاتره تاخده ولا لا كده. يعني كل اندستري ليها استراتيجي وسايكل لوحده. طب ده بنفهمه ازاي؟ بنفهمه عن طريق الماركت ريسيرش نفسه. يعني لما بتشتغل على ماركت، انا اول مره نشتغل فيه، بنبتدي نعمل ماركت ريسيرش. انزل كده اروح عند بتوع الالاف، انت ابتدي اشوف هو بيجيب منين؟ طب بيجيب ازاي؟ طب الديل اللي بيتم ما بين المصنع وما بينه عامل ازاي؟ طب هل كل فتره بيوصل الاوردرات في منسوب ايه؟ طب قبل رمضان، قبل رمضان شهر رمضان، بتوع العلافه بتبقى فرشتهم مختلفه، ايه اللي بيحصل في التركايه دي؟ فاهم قصدي؟ تمام. الديل اللي بيتم لازم تفهميه قبل اي تحرك، قبل اي حاجه ما تعمليها، ايه اللي بيحصل ما بينك كمصنع وما بينك كتاجر او كبضاعه عطاره، عشان افهم بقى اللغه اللي ما بينك وابتدي اتكلم معاك بنفس اللغه دي. زي بالظبط كده كاني رايح لندن وانا ما بعرفش انجليزي، عمري ما هعرف اتعامل معاهم، مهما هكلمهم عربي مش هيفهموا، فانا لازم افهم لغتهم. طب انا رحت الهند، لازم افهم لغتهم، وبعد كده هبتدي ادخل جواهم وابتدي اقدر انتشر فيهم مبادئ ماركت شير، واتكلم مع ده واتكلم مع ده واتكلم مع ده. هي نفس الفكره بالظبط. فحاول تفهمي ايه السايكل برودكت، اللايف، حياه المنتج نفسه من اول ما بيطلع من عندكم بيمشي ازاي، عشان توصل للكاستمر نفسه بتاعكم او البي تو بي بتاعكم، العميل بتاعكم، وبعد كده بيدي ازاي للانديكيتور. تمام. فلو فهمت دي هتعرف انت هتخش لهم ازاي. تمام، شكرا جدا. وغالبا، وغالبا اللي هيكون فاهم الجزئيه دي بشكل كويس جدا الاونر، او اللي فكر يفتح المصنع ده، عمره ما هيفتح مصنع وهو مش هيبقى عارف السايكل دي، عمره. نو واي ان ده يحصل، والا يبقى ربنا يعينه بصراحه. لا، هو على فكره عنده محلات عطاره بتاعته هو بيسوق لها، يعني هو عايز يشتغل اكتر اونلاين. يعني هو حلو جدا. بصي بقى، كل الاسئله اللي انا قلتها لك دي والقصه اللي انا حكيتها لك دي روحي فهميها منه. هاتي ورقه وقلم كده وابتدي ارسمي كده. اول حاجه المصنع، بعد كده تسامي اللي بعديه المصنع، الديل اللي ما بينهم. ممكن تلاقي اصلا، يعني مثلا هقول لك على حاجه، شركه بيبسي، تمام، هل معتمده ان هي بتوزع في مصر كلها من الشركه للسوبر ماركتس دي كلها؟ عمرها ما تقدر تغطيهم ولا تقدر توصل لهم لو عملت ايه. في بقى شركات اسمها شركات توزيع. حلو. شركات التوزيع بتعمل ايه؟ بتروح للشركه تاخد منها كميه معينه بخصم خاص ليها، وبعد ما بتاخد بالخصم ده بتبتدي تبيع للايه؟ لشركات، لمحلات السوبر ماركت، والسوبر ماركت يبيع للاند كونسيومر. فهنا في شركات توزيع. طيب الفارما والكوزماتكس ليهم شركات توزيع، عشان المنتج يخش الصيدليات لازم يروح لشركات التوزيع، شركات التوزيع هي اللي تنزل للصيدليات، ده شريحه كبيره. طيب بتوع شركات مرسيدس وما الى ذلك لازم يتعامل مع وكلاء، في وكلاء، والوكلاء ينزل للايجنسي الصغيره بتاعه العربيات. يعني ممكن بقى يكون انتوا عندكم في الجزء بتاعكم او في السايكل بتاعتكم
في بروسيس ممكن تكون واقعه منك، فشوف البروسيس دي في بروسيس واقعه ولا المفروض الستبس تمشي ازاي، وبناء على كده ابتدي تشتغل. شوفي بقى ايه اللي هيوصل لي مع البروسيس دي كماركتنج. تمام تمام طب لو انا مثلا عايزه حاجات تفيدني، معلومات لو انا هشتغل للتجار لوحدهم او هشتغل للناس اللي هم الاونلاين العاديين اللي هم بيشتروا منتجات اونلاين، يعني مثلا في مثلا كتاب او معلومات تفيدني اكتر اعرف فرق بين اتنين، وازاي اعرف اتارجت ده او اتارجت ده، ازاي اشتغل ده على منصات السوشيال ميديا كلها؟ لا معلش مش فاهم. يعني مثلا انا عايزه اشتغل مثلا على الناس اللي هم التجار معينين، فانا مثلا عايزه اعرف لو انا هشتغل سوشيال ميديا هشتغل ازاي، التارجت اودينس هيبقى ازاي، هيبقى هقول لك اشتغلي على الاست بي سيجمنتيشن تورتنج بوزيشن. هاتي السيجمنتيشن كل الناس اللي انترستد بموضوع العقار. تمام طيب بعد ما خلاص اشتغلت على ده، خلاص انا يعني عندي اللي مهتم بموضوع العطاره سوبر ماركتس معينه. تمام وعندي الجزء اللي بعدها محلات العلافه، وعندي الجزء اللي بعدها، وابتدي اقسمهم خلاص كتار كبوزيشن بقى كل واحد منهم رايح فين، كل واحد منهم بيدور على ايه بالظبط. تمام فاشتغلي عليها بشكل مبدئي هتحدد لك الجزء ده، وبعد كده اقري شويه عن موضوع الديستريبيوتر تشانل. طيب ما الديستريبيوتر تشانل في مثلا معلش ده مثلا لو انا عايز اخد منه معلومات برضو، هل حضرتك في مثلا كتاب او حاجه معينه حضرتك كنت ابعتي لي بس على الشات وانا عشان ما انساش وانا هبعت لك. كتر الف خيرك، شكرا جدا، وانا اسفه جدا طولت على الناس كلها، معلش. لا لا ولا يهمك، ابعتي لي بس عشان انا بنت مش هفتكر. حاضر ماشي، متشكره جدا متشكره جدا. تمام حد تاني عنده سؤال؟ اوكي تمام طيب خلاص ان شاء الله يوم الاثنين على كلوب هاوس زي ما بنتقابل، ويوم الجمعه الساعه 9 طبعا على زوم اونلاين. ولو حد عنده اي سؤال يبعت لي على الميل او على الشات واقدر افيدكم ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين ويوم الجمعه، وتصبحوا على خير. ممكن سؤال قبل ما تسافر؟ ممكن. جزاك الله كل خير. انا ببعت رسائل لحضرتك كتير و ايه معلش مش سامع. انا ببعت لحضرتك رسائل كتير على لينكد. على ايه؟ على لينكد ان. على لينكد ان اوكي. في البوستات وكده، فحضرتك بتطلب مني اي مسج ببعت لحضرتك، مش قابل ان انا ابعت الرسائل عندك مقفوله، ومش قادر ان انا ابعت اي رسالة عند حضرتك لان الحساب بتاعي مش بريميوم. طيب هقول لك حاجة، هبعت لك رقم الواتساب. انت طبعا عارفة فيسبوك او البيج. اوكي يا ريت. طب بص هقول لك يعني هقول لك حاجة، انا في يعني هكتب لك الاسم اللي هو على محمود قليلة اللي هو على لينكد ان، اعملي بيه سيرش على اي بلاتفورم هتلاقيه، وبعتي لي مسج على اي بلاتفورم. على 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 فيسبوك، على انستغرام، على اي حاجه هتلاقيه. تمام انا بعت على الشات للناس كلها رقم الموبايل، ويا اما انا هرد على الواتساب، يا اما حد من المودريشن تيم وهيوصل لي، او بالاسم ده هتلاقيني على اي بلاتفورم، هتلاقيني لينكد ان، انستغرام، سناب شات، كل بلاتفورم بنفس اليوزر ده. تمام شكرا لحضرتك. عفوا. اوكي تمام اوكي تمام. حد تاني عنده سؤال او حد تاني عنده اي استفسار او حاجه؟ في حاجه كمان لو سمحت. قول. العملاء اللي هم لسه ستارت اب بزنس، فبيبقى لازم ان انا اعمل له بلان والكلام ده في الاول، وهو مش مقتنع بالكلام ده ان هو ممكن ده هيفرق معاه، فهو بيقول له ان احنا بنبني براند وعلى المدى البعيد وكده، المفروض ان احنا علشان اوصل لحاجه لازم اشتغل صح،
فبيبقى رافض الكلام ده في الأول، في ناس بتقبله لأنها بتبقى فاهمة السوق والكلام ده، وفي ناس رافضاه. البلان ده بينطلب تمام. كتير، ايه؟ بينطلب مني كتير على أساس إن هو بورتفوليو ليا. فالمفروض إن أنا ببعته لهم وكده. ففي حاجات بتبقى ساقطة مني، فأنا عايزة حاجة تبقى زي مرجع إن أنا أعرف إزاي أظبطه، إن أنا أقنع العميل نفسه بيا، الكلاينت، إن ده حاجة مهمة، لأن في طب ناس هقول لك على حاجة، هو ده محتاج أصلا شرح ومحتاج بروسيس، يعني أنا هبعت لك فايل حلو، بس في نفس الوقت الموضوع هيحتاج شرح، فإحنا ممكن من خلال الجروب الجمعة الجاية يعني نتكلم على الجزء ده في الجمعة الجاية، مفيش مشكلة، أو في على كلوب هاوس، ما يعني يا ده يا ده، ونبتدي نستفيد في الموضوع بشكل أكبر. يا ريت على خليج الجمعة، لأن كلوب هاوس أنا مش عارفة أستخدمه بصراحة. خلاص اوكي مفيش مشكلة، يوم الجمعة بإذن الله مفيش مشكلة، وانت اعملي سيرش على فيسبوك بنفس الاسم اللي بعتهولي، او على الاسم بتاع ماركتنج كوميونيتي باسم الجروب، تمام تمام، أوكي. وهتلاقي يعني هتلاقيني تمام، ادخلي واعملي فوت وقولي اقتراحاتك، ولو عندك اي اسئله تعطيها على البيج او على الايميل، تمام، على الايميل طبعا انا برد دايركت، اوكي تمام، انا برد ببعت لك بالايميل، تمام، وباذن الله خير يعني. ان شاء الله. خلاص شكرا جدا اوكي، لحضرتك، ومعلش طولت على حضرتك. لا لا ولا يهمك، يعني ان شاء الله خير وربنا يوفقكم جميعا، يا رب ان شاء الله. تمام اوكي تمام. حد عنده اي سؤال ثاني؟ اوكي تمام خلاص، ان شاء الله اشوفك على خير وتصبح على خير.